محمد حمروش، مساء الخير. شي كلمة في حق مجموعة مسنوة. يعني علاقتي بمسنوة هي علاقة إعجاب. أنا أتذكر يعني في إطار سلسلة الحوارات اللي كنت كنجريها مع الفنانين، كانت غيتا بن عبد السلام المطربة المقتدرة كانت جاءت من بعد 15 عام ديال الغربة في إنجلترا، وبدات لي الرغبة ديالها أنها تغني الريبرتوار ديال مسنوة. يعني هذه شهادة أنا أقولها في غياب المطربة غيتا بن عبد السلام. فيما يخص يعني ارتباطي بالمجموعة، وارتباط يعني حميمي، وكون المجموعة كنتسمي لقبيلة ولاد بوزيري، كيفرقنا شانطي واحد ولكن مسنوة وحدونا الحمد لله. مجموعة مسنوة نشأت في واحد السياق معين، في سياق تجربة المجموعات الغنائية الشعبية التي دشنتها ناس الغيوان. فالمجموعة كانوا فيها جوج الأعضاء ديال عائلة الغيوان، رشيد وحميد بطمة، واني شخصيا أتأسف يعني الذهاب ديالهم، وكنتمنى لهم الرجوع لمسنوة باش يعطيو يعني واحد الزخم جديد للمجموعة. وشكرا. البشير الوكيل، انا ممكن نقول في حق مجموعه مسنوة، نقول اللي بغيت نقول ما غنكونش منصف كثير اكثر من الاساتذه اللي كانوا قراب لهم كثير. انا ماشي ولد الحي المحمدي، ولكن عمرني ما كنت ساكن فيه، ولكن الحي المحمدي كان ساكن فيا، كان ساكن فيا بمبدعيه، بفنانيه، برواده، بمثقفيه، بمبدعيه كلهم. تروينا كنا من الحي المحمدي، فمجموعه مسنوة اللي تخلقتنا من الحي المحمدي بكل صراحة، هاد الأصوات اللي كنسميها أنا بالأصوات الترابية نابعة من التراب، التراب هو الأصل. هاد الكليب اللي كنشوف اللي كنسمعوه هو مصور أمامنا، جميل جدا. كنحيي مجموعة مسنوة بالتحية اللي حييت بها الجمهور المغربي طيلة شهر رمضان 30 حلقة. أنا السالمي بن سليمان بن سلام وسليمة، كنا مسلمين سالمين طالبين تصيف هاد الليلة مسنوية. والمسنوة هم جلسوا معنا، هما بالحضور ديالهم جلسوا معنا عدة مرات في تمارين، جلسنا تمارين مع واحد المرحوم رحمه الله، هو السي بوعزري الله يرحمه، كنا كنجلسوا كاملين، هو اللي كيجمعنا باش كنديروا تمارين عنده وتنساجموا مع بعضياتنا. كنشكركم الأعماقنا على هذه المتعه اللي عطيتونا. عبد الخالق، قبيله شفتك انت وعاطر منسجمين مع الاغنيه وحافظينها عن ظهر قلب. تحية الحضور الكريم بعدا كل الأسرة هذا البرنامج. برنامج نغمواتاي اللي بحرارة هذا البرنامج بصراحة، تكريم اللي كي لهذا الالتفاتة ديالو للفنان ولا للمجموعات بالأحرى هو شيء جميل، وأنا باسمكم نصفق بحرارة لأسرة برنامج نغمواتاي. وتاريخ يعيد نفسه، ونحن كنحتفل بالحي المحمدي. الحي المحمدي اسم على مسمى، ونحن فخورين به بزاف اننا كنتمي لهذه المنطقه الغنيه الجميله اللي عطات ولا زالت باقي الخير جاي. ولكن اللي اثر فيا بزاف بصراحه، لان هذه المجموعه مجموعه مسنوة، مجموعه عصاميه ما جاش من فراغ، فهي تربات على اساسيده الله يرحمهم في النار بواسع رحمته، الممثل محمد باطمه والعربي باطمه. يعني بصراحه الحاله النفسانيه اللي الان انا كناخذ الكلمه، حاله صعيبه بزاف، لان اول مجموعه خذات على عاتقها انها تساند واحد الثنائي اللي في المسار ديالهم يلاه البدايه، ومن سيمد لنا ايد المساعده باش ناخذوا المشوار ديالنا الفني في سنه 1988 بهذه المنطقه الغنيه الجميله الحي المحمدي اللي نعتزوا بها. كيعجب بكم كبير من الفنانين معنا ايضا فنان محبوب وهو الاستاذ عبد الكبير حزيران. السلام عليكم، تحيه خاصه للمجموعه ديال المسنوة اللي كتستضفنا اليوم. كما قال فهيد قبل مني،
الرابط اللي كيجمعنا بمسنوة حنا ولاد دريبة وحدة ولاد حومة وحدة، كيجمعنا الحي المحمدي، كتجمعنا الصداقة أكثر من 20 سنة، وحنا كنتعرفوا اللي نبغيو نحييو دائما جندي الخفاء اللي ما كيبغيش يبان. أنا كنتمنى يتحدانا ويدخل يبان السي حسن بن الحسين رئيس المجموعة. واحد الجانب آخر ما كيعرفوش فيه الكثير من الناس هو أنه كذلك يقوم بجولات فنية، يقوم بإعداد يعني سهرات، مهرجانات. نعم، يعني هذا الرجل هذا اللي فيه المصداقية، النزاهة، الحب، الإخلاص، اللي ترجموا إلى مجموعة مسنوة. آخر كلمة نقول تحية مسنوة. ميلود افتتاح وعبد واحد، تحية خاصة لك. اولا كنشكر هذا الحضور الجميل، وكنشكر دائما هذا البرنامج اللي الذي يعنى بتكريم الفنان المغربي كان فردا او مجموعه. فانا عاد وصلت من ديار الإسبانية، فجيت خصيصا باش نشارك خوتي في هذا الحفل ديال التكريم ديالهم. فاتمنى لمجموعه مسنوة طول العمر ودوام الصحه والابداع والاتقان والجوده في الاغنيه الشعبيه. فمسنوة مدرسه، فمسنوة عطات اغاني اللي تشهروا بها الناس مؤخرا، كسيدي عبد الرحمن مول المجمر، وباغي نتزوج باغي والمسنويات، واحد وعيطه مسنويه اللي كل واحد كيدور على دربهم، عيطه داوديه، عيطه تفليتيه. فكيف الفضل الكبير كيرجع واللي جميل في مجموعه مسنوة، فما عطاتش غير اغاني للمجموعات، فعطات روح في شخص ناس. كنعرفوا ان مجموعه تكاده مؤخرا تزودت بعنصر مهم من مجموعه مسنوة اللي هو مصطفى أطاسي. كنعرفوا ان مجموعه الاخوان ديال ناس الغيوان دعمت مؤخرا بجوج ديال النجوم اللي صاحبوا هذه المجموعه اللي هما رشيد باطمه وحميد باطمه. فهذه المجموعه تعتبر مدرسه ومازال تعطي، لان مسنوة ماشي اسماء، هي ابداع. لان مجموعه مسنوة جاءت بشكل جديد، لان سبب او سر نجاح الفنان هو الانتوراج، من يحيط به. فمجموعة مسنوة كانت محاطة بامتياز، لأن كان فيها المرحوم السي محمد باطمة ومصطفى أطاسي وميلود ورشيد ومجموعة إخوان اللي كانوا كيوجهوا لواحد الشكل، لأن مسنوة ظاهرة جديدة في ذاك الوقت، لأن الخلط ما بين بانجو وبوزق ما يمكن يطيح إلا على واحد متمدرس ومتمكن في عالم المجموعات. إذا فمسنوة تعتبر مدرسة جميلة جدا، من المجموعات اللي إلا كان ثنائي بزيزو باز والداسوكين والزعري وبن إبراهيم داروا سمياتهم مع ناس الغيوان، فأنا ومجموعة من الكوميديين مثلي في لاجينيراسيون ديالي درنا سميتنا في جولات مع مجموعة مسنوة في الأوج ديالهم. محمد يا وليدي. شكرا. شكرا للفنان محمد الخياري، طبعا دائما تيهب علينا وريح النكته وخفه الظل دائما كتجي معاه. عندي سؤال للدكتور حسن حبيبي. دكتور حسن استاذ وباحث جامعي، اهلا وسهلا. نعم. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. سؤالي حسن حبيبي، شنو هما اسرار نجاح المجموعه طيلتها 30 سنه العطاء ديالها؟ اولا شكرا. ملي كتكلمي على 30 سنه ديال العطاء، انا كيتبادر ليا الذهن ان برنامج نغمواتي من الحسنات الكبرى ديالو هو انه كنعتبر انا شخصيا هو اول التفاته من 84، الناس يعني بانوا في التلفزيون في 84، اول التفاته حقيقيه اللي كتكلم على مسنوة هو في اطارات البرنامج. بطبيعه الحال هذا دوره، هذا دور اعلامي ما مطلوبش منه، ولكن ملي كنتكلموا بهذه اللغه هذه كنشوفوا الناس انهم من الثمانينات هما عندهم هذه المجموعه، عطاء غزير، ابداع، خلق، مدرسه كما تكلموا عليها مجموعه ديال الاخوان. ويعني ولا مره دازوا في التلفزيون، يعني فقط يعني كمشاركات غنائيه، بل ما عمر ما دازوا يعني وتكرموا مثل هذا التكريم، وبحال اننا جايين من كوكب اخر. هذا فن مغربي اصيل، يعني انا كنعتبر بان البيت المسنوي كنعتبره بيت مسنوي، جمع شمل الاغنيه المغربيه بايقاعاتها، بالموسيقى ديالها، بالتنويع الموسيقي. يعني ملي كتشوف مسنوة انهم كيتكلموا على السواكن، وملي كيغنيو السواكن فانهم كيقوموا ببحث تاريخي جغرافي. فاول مجموعه انا كنعرفها بان كتنتقل الى اي مكان باش تتكلم على الشعبات وتتكلم على النخله، الا كان شي نخله حدا السيد خصها تقولها، في حين ان ملي كي يعني يتكلموا في هذا الاطار هذا وكتكمل الاغنيه، كيجي واحد يعني كياخذها وكيدير بها ان سكسي كما قال سي جمال، وهاد الناس هادو خيرهم كبير علينا. اما ما يميز الاغنيه الشعبيه عند 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 مسنوة، انا كنعتبرها شخصيا بانها تجربه غير مسبوقه وغير متبوعه.
انا كتذكرني بالتجربه ديال حميد الزاهر، بدا وسالا ما تبعو حتى واحد وما كان قبل منه حتى واحد. يعني مسناوه انها لم تسبقها مجموعه كتشبه ليها وما جاتش. علاش؟ لان الا لاحظنا بان التوزيع في المجموعات الاخرى دائما تعتمد على صوت او صوتين غراف ايغو. جات مسناوه هرست هذه القاعده هذه واعتمدت على كل الاصوات، يعني كل الطبقات الصوتيه كتلقاها فيها. فمثلا انا معجب، يعني معجب بالاخوان كلهم، ولكن كاين واحد الصوت يعني انا كنسميه صوت ترابي، يعني نابع من التراب من الغيس، اللي هو صوت عبد الواحد، صوت غجري لا مثيل له يعني في المغرب، يعني في الفلافه. فكنتذكروا يعني بعض المجموعات، الا كنتذكروا معايا يعني واحد الثنائيات كانوا واحد الوقيته وما بقاوش، هو حميد العبدي بشعيب الدكالي، العوني والبهلول، صالح والمكي، هاد الناس هادو جاو، يعني كانوا ثنائيات، ولكن مسناوه جاو فقدموا لون جديد، خدم من هاد الناس وخدم من عبد الكريم الفيلالي اللي كان كيغني القصيده، وكل هذا بفضل، ما غاديش نكررها مره اخرى، مره اخرى ما نكررهاش، كل هذا بفضل السي محمد باطمة الله يوليه برحمة الله، اللي كان صادق. وهنا ما غنتكلمش على الحي المحمدي، بغا نتكلم على المغرب ومن المغرب الى العالم، لان الناس عالميين. اسباب ديال التالق ديال المجموعه كان اولا راجع للموهبه ديال الاخوان، وكذلك البحث ديالهم المتواصل في البحث في التراث وفي المواضيع اللي قريبه للمستمع المغربي، كذلك تمازج ديال الالات الموسيقيه اللي مستعمله. وما ننساوش كذلك في اواخر الثمانينات كان واحد الحدث جد مهم، اللي كان هو اول مجموعه كتاسس عندها اداره، واللي كان على راسها السي حسن بن حسين المشهور التونسي، اللي اسس اداره مجموعه مسناوه، وسهر على التالق ديال المجموعه وحافظ على اللمه ديال المجموعه ومساعدتها ماديا ومعنويا على التالق المزيد، يعني في البحث ديالها وفي التشجيع ديالها. وكذلك كانت من الاسباب لاختيار المواضيع الجميله والكلمه الموزونه واللحن الجميل اللي كيبين كيزيد يبين الموضوع اللي كتطرق ليه الاغنيه. وما ننساوش ثاني كذلك العناصر، حتى هي كتلعب دور جد كبير، الاخوان الباقي المجموعه، لان المجموعه فيها كتكون من 6 ديال العناصر، ونظرا للظروف التصوير ما كانش باش يجلسوا معنا، اللي هما الاخ الحسين الحكيم العازف على اله السنتير الصوت الجميل، والاخوان حسن مدوني والاخ مصطفى عياد، وما ننساوش كذلك المحافظ ديال المجموعه اللي هو يعني لعب دور كبير تا هو مع المجموعه وصبر مع المجموعه وبقى وافي للمجموعه، اللي هو الاخ بن سعيد عبد الرزاق المحافظ ديال المجموعه. وهاد الظروف كامله هي اللي ساهمت في التالق وفي الحفاظ على ذاك التالق ديال المجموعه، يعني وصلت هذاك الكم الزاخر ديال العطاء طيل هاد السنوات هذه. توفيق ان شاء الله، ودائما الازدهار، دائما نشوفكم كيف بغينا احنا وكيف بغى المشاهدين الكرام. عاطر ما سمعتش صوتك. اولا انا جد مسرور انني نحضر رفقة هذه المجموعه اللي كيحبها الجميع، وخير دليل على هذا الشيء هو تواجد ديال التله من الفنانين اللي كياتوا هذا الفضاء. هضروا الناس بكفايه على هذه المجموعه، كل واحد قال التجربه اللي عاشها، فانا انضاف الى كاع الثنائيات اللي كانت افضل الله هي الاولى والافضل ديال المجموعه عليا انا كذلك انضاف للقائمه. الى كان عبد الخالق فهيد عاش تجربه رفقة الثنائي صداقه، ومحمد الخياري عاش هو نفس التجربه، فانا كنت انا حظيت بهاد الدفعة أو السند ديال مجموعة مسناوة، إبان تجربة ديال الثنائي الهبل اللي خدتها من بداية أواخر الثمانينات إلى أواخر سنة 2000. ومن هذاك الوقت بدينا كان أولا حنا كنا شغوفين، بلا ما حنا كنا فرحانين عير أن نتفرجوا فيهم، عاد نلعبوا معاهم، عاد نكونوا جنبهم، عاد نكونوا جنب فطاحله في الغناء. وهذيك هذيك المجموعه اللي قالوا الناس من التراب، ففعلا انا غنبوح بواحد السر ما كيعرفوا هو التواجد، واحد
الاستاذ محمد الحمروش. كنت انا وياه في البيفات ديال كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالمسيك، وانا وياه في بيوت الناس يحافظوا، وانا بالي كان صيح انا وياه. تحية الحضور الكريم بعدا كل الأسرة هذا البرنامج. برنامج نغمة وتاي اللي بحرر هذا البرنامج بصراحة، تكريم اللي كي الالتفاتة ديالو للفنان ولا للمجموعات بالأحرى هو شيء جميل، وأنا باسمكم نصفق بحرارة لأسرة برنامج نغمة وتاي. وتاريخ يعيد نفسه، ونحن كنحتفل بالحي المحمدي. الحي المحمدي اسم على مسمى، ونحن فخورين به بزاف اننا كنتميو لهذه المنطقه الغنيه الجميله اللي عطات ولا زالت باقي الخير جاي. ولكن اللي اثر فيا بزاف بصراحه، لان هذه المجموعه مجموعه مسناوه، مجموعه عصاميه ما جاش من فراغ، فهي تربات على اساسده الله يرحمهم في النار بواسع رحمته، الممثل محمد باطمه والعربي باطمه. يعني بصراحه الحاله النفسانيه اللي الان انا كناخذ الكلمه، حاله صعيبه بزاف، لان اول مجموعه خدات على عاتقها انها تساند واحد الثنائي اللي في المسار ديالهم يلا البدايه، ومن سيمد لنا ايد المساعده باش ناخذوا المشوار ديالنا الفني في سنه 1988 بهذه المنطقه الغنيه الجميله الحي المحمدي اللي نعتزوا بها. السالمي بن سليمان بن سلام وسليمه كنا مسلمين سالمين، قال بنت سيف هذه الليله مسناويه.